طبعا لان لعبتنا يعني الحقيقه الفتره اللي فاتت مش بس في مباراه الامس بذلوا مجهودات كبيره جدا ولانهم فعلا يستحقوا. فالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اعلن عن مضاعفه مكافئات الفوز للاعبي الفريق الاول طبعا بعد الرجوع لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تقديرا للمجهود الكبير اللي بذلوا اللعيبه خلال مباراه فيتا كلوب بصفه خاصه. هو بعد بقى المجهود ده كله فعلا وصل الفريق زي ما احنا عارفين فجر اليوم للقاهره، ومن المقرر ان هم يحصلوا على بقى راحه من التدريبات لمده 5 أيام زي ما بيقولوا يعني عشان يلتقطوا أنفسهم بعد أكيد ضغط مباريات كتير جدا في الفترة اللي فاتت، وبعد كده هيستأنفوا إن شاء الله التدريبات يوم تحديدا 23 مارس استعدادا بقى لسه عندنا مرحلة مقبلة ربنا يوفقهم إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة هيكون في اجتماع مهم جدا في اتحاد الكره، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكره كلف السيد طارق انديل عضو مجلس الاداره بحضور هذا الاجتماع اللي دعا اليه اتحاد الكره لشرح وجهه نظر النادي الاهلي ولوضع خريطه جديده للدوري طبعا بهدف تخفيف ضغط المباريات اللي بتشكل عبء كبير الحقيقه على كل اللعيبه في ظل تلاحم المواسم موسم ورا موسم وبالتالي مباراه بعدها مباراه. كان المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه المكلفه باداره اتحاد الكره كان وجه الدعوه لانديه القسم الأول لاجتماع النهاردة الساعة 1 ظهرا. الاجتماع ده إن شاء الله هيتم من خلاله تبادل الآراء حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز خصوصا اللي بتمثل الكرة المصرية في البطولات القارية طبعا بالإضافة إلى مناقشة العديد من الأمور اللي بتهم كل الأندية. يعني خلينا نوضح برضو ان دعوه هنا اتحاد الكره اكيد وراها كلام كتير وكلام مهم. اتحاد الكره قال ان الدعوه للاجتماع ده هدفها في الاساس وضع مصلحه الكره المصريه ومنتخباتها الوطنيه وانديتها ومسابقات كمان المسابقات المحليه في عين الاعتبار. ده اكيد في ظل كمان موسم اجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا العالم كله شاهده على الاطراف ان هي تعيش الظرف هنا بنتكلم استثنائي في انتهاء بقى الموسم الماضي وكمان في وقت متاخر جدا. طيب انطلاق الموسم الجديد في شهر كمان ديسمبر الماضي بعد ايام من ختام الموسم اللي قبله حصل لاول مره في تاريخ الدوري المصري، يعني ده ما حصلتش قبل كده. فاتحاد الكره في بيان ليه قال انه نظرا لان الارتباطات الدوليه للمنتخبات الوطنيه على المستويين الاول والاولمبي ساريه زي ما هي، فان ذلك كله بيضعنا امام مسؤوليه كبيره يجب الترابط معاها للحفاظ على مقدرات الكره المصريه ده محليا وكمان خارجيا وبشكل كمان يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها عموما. يعني على كل حال انعقاد هذا الاجتماع أعتقد هو خطوة في غاية الأهمية وهنتابع، يعني طبعا. احنا لسه بنشوف دلوقتي وملف في غاية الأهمية زي ما أنا قلت، هنتابع ونشوف إيه بالظبط اللي هيصفر عنه. وعلى فكرة النقطة اللي احنا حتى اتكلمنا عنها من شوية هو فكرة ان هم لازم يراعوا فكرة يعني تلاحم المواسم ورا بعض. طبعا الضغط كان مش طبيعي يعني. لا وبعدين انت مصر فيها بطبيعة الحال يعني فرق كبيرة وبتشارك في بطولات كبيرة البعض منها قاري واحيانا دولي كمان زي ما يعني حضرنا النادي الاهلي في مونديال العالم للانديه. فتيجي ازاي ان اللعيب يطلع من بطوله على بطوله من ماتش على ماتش من غير ما يكون عنده فرصه كافيه للراحه؟ ده بيأثر بالسلب وكلنا شفنا ده ويعني بصمنا عليه بالعشره الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي لوحده. فدي نقطه فعلا في منتهى الاهميه واتمنى ان هم يلاقوا فيها حل هي فعلا وسريع. هي عشان جديده يعني اول مره تحصل يعني عمرها ما حصلت حاجه زي كده بس بسبب فيروس كورونا زي ما احنا تابعنا، بس ممكن قدام يحصل اي حاجه فعلا ثانيه شبيهه بالظروف اللي مرت فيبقى برضو افضل لو في نظام معين او يعني سياسه معينه توضع علشان لا يكرر هذا ولا يؤثر كمان على النتائج او على الفرق. يعني النادي الاهلي لوحده طب احنا ذنبنا ايه انه نادي كبير ونادي بطل وبيدخل بطولات وبيحصل على مراكز متقدمه في كل حاجة. يعني وفي كده يعني دي نقطه فعلا لازم يعني تتاخد في الاعتبار الفتره الجايه وفعلا لازم يلاقوا لها حل.